الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، الحفاظ على سلامة النظام المصرفي، تطوير السوق النقدية والمالية، تنظيم وتطوير أنظمة الدفع ووسائله، وتطوير وتنظيم التحويلات النقدية. سعى مصرف لبنان منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي إلى الحفاظ على مناعة النظام المالي المصرفي اللبناني في مواجهة الصدمات المحتقة ضمن بيئة داخلية وخارجية متوترة، ويمكن تلمس مظاهر هذه البيئة من خلال المؤشرات التالية. هلأ بدي أرسم مشهدية ورانا، تتخيلوا أنتم هالدور المؤتمن عليه مصرف المركزي، الشهادات التقنية اللي عم بحكيها، شو في مشهدية ورانا، بانوراما. تجاوزت نسبة الدين العام للناتج المحلي نسبة 150%. وبالمناسبة كمان خليني أطلع شوي عن النص، الدين العام ما خصه فيه البنك المركزي، الدين العام هو دين، لما نحكي سندات خزينة يعني تريجري بيلز، هدول السندات بتصدرها وزارة المالية أو التريجري وبتوافق عليها الحكومة وبيقرها مجلس النواب من ضمن سقف محدد. فلما عم نحكي على الدين العام ما في بنك المركزي ما بتدخل ابدا باي مرحله من المراحل الا لاحقا، بقول بكتتب ولا ما بكتتب. زبون صار البنك المركزي بقول ولا انا فوت بدي اكتتب بسندات الخزينه يعني الليره اللبنانيه او باليورو بونز اللي هي بالدولار الامريكي مثل ما هلا عم يصير الحديث عليه. فالدين العام موضوع ما له علاقه البنك المركزي على الاطلاق بشكل او باخر. تجاوزت نسبة الدين العام للناتج المحلي مستوى 150%، حيث يصنف لبنان ضمن مستوى لبنان ضمن الدول الأعلى الخمس الأعلى عالميا. كما بلغ العجز المالي 6.45 مليار دولار 2018، أي ما يوازي 35% من المصاريف و11% من الناتج المحلي. طبيعة الحال من المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة هدف المتوقع المحطوط 8% نظرا للانخفاض الحاد في مداخيل الخزينة بعد الأزمة الراهنة. كمان رح كفي للأسف، ما حتكون في أرقام حلوة، بس كمان نرجع بالآخر رح نختم بختام بشوية أكثر تفاؤلية، بس كتير مهم أن نشخص نحن وين اليوم. يصنف لبنان بالمرتبة 143 من أصل 190 بحسب مؤشر بيئة الأعمال للعام 2020 الصادر عن البنك الدولي. يصنف لبنان بالمركز بالمرتبة 89 من أصل 126 عالميا، وبالمرتبة السادسة من أصل 8 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث The Rule of Law، سيادة القانون، بحسب مؤشر سيادة القانون للعام 2019 الصادر عن مشروع العدالة العالمية. يصنف لبنان بالمرتبة 137 متقدمين جدا من أصل 180 عالميا، وبالمرتبة 12 من أصل 21 عربيا من حيث الفساد، بحسب مؤشر تصورات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية. في كتير حقيقة مؤشرات، بس حبيت اختصر لحتى تدرايف دي بوينت هون. في مواجهة هذه الشدائد، هدف مصرف لبنان إلى الحفاظ على التوازن بين تأمين النظام المالي بأكمله من المخاطر النظامية من خلال سياسته التنظيمية في التحوط الكلي من ناحية، وتجنب أي آثار مدمرة على الإنتاج والاستقرار النقدي السعري من خلال السياسة النقدية التقليدية وغير التقليدية من ناحية أخرى. بناء من ناحية أخرى، شو عمل البنك المركزي خلال الفترات الماضية؟ سعى للحفاظ على الاستقرار، أو الممارسات مش سعى، ممارسات فعلا قام بها، الحفاظ على استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم على مدى 20 سنة المنصرمة، تكوين احتياطي ضخم من العملات الأجنبية، تحفيز الاقتصاد من خلال توفير حزم التحفيز التي تشمل القروض المدعومة من خلال القطاع المصرفي
والتي تستهدف قطاعات عديدة منتجة في الاقتصاد اللبناني، تعزيز اقتصاد المعرفة من خلال التمويل الرأسمالي، وبالتالي تعزيز رأس المال البشري الاستراتيجي في لبنان وأسواقه المالية، تنظيم وتطوير نظام مصرفي موثوق يتميز بتقييده الصارم بالمعايير والمواصفات الدولية المصرفية والمحاسبية، تعزيز الشمول المالي وممارسات حماية المستهلك المالي، طبعا فرط التلع المستهلك المالي وحمايته خلال الفترات الماضية بتصور رح نحكي فيها، رح يكون في أسئلة نحكي عنها كمان. وآخر شيء بهالعجالة بيحكي عن تطوير القوانين والمنصات التنظيمية المالية الحديثة، خاصة فيما يتعلق بأنظمة الدفع والتمويل الإلكتروني. تجدر الإشارة إلى الخلاصات العامة لمشاورات بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان خلال تشرين 2019، نوهت بفعالية دور المصرف المركزي في حماية الاستقرار المالي والنقدي، مع الإشارة طبيعة الحال إلى التنبه إلى تعزيز ميزانية مصرف لبنان والملاءة لدى المصارف. طبيعة الحال كمان ركزت على إجراء إصلاحات هيكلية، هلا كمان رح نحكي فيها، لتحفيز النمو والميزة التنافسية في الاقتصاد، لا سيما في قطاع الكهرباء والإدارة العامة. بدي بلش هون ببعض الأفكار لأنهي قبل ما ناخذ الأسئلة، بخارطة الطريق، نتلمس خارطة الطريق لوين بدنا نروح وعلى أي أساس. في ست نقاط أساسية اللي رح بحكي فيهم. إن مكمن الاعتلال الحقيقي في الاقتصاد اللبناني بحسب ما تدل عليه هذه المؤشرات ليس أزمة مديونيته العالية والعجز في موازنته فحسب، بل الأهم من ذلك كله هو ما يحول دون تخفيض العجز والمديونية، ألا وهو الضعف البنيوي المتنامي الذي اعترى الاقتصاد اللبناني من بعد الحرب الأهلية بشكل خاص، ومثل ما تفضل سعادة السفير بمقدمته، من أساس تأسيس لبنان تحديدا بقطاعاته الإنتاجية، مؤسساته العامة، خدماته، بيئته التنافسية، ميزاته التفاضلية وبنيته التحتية، وما أدل على ذلك سوى تقرير البنك الدولي الذي ذكر أن لبنان قد خسر 9% من ناتجه المحلي، ناتج محلي الإجمالي، يعني عم تحكي عن حجم اقتصاده، 9% من كعكة الاقتصاد سنوياً عم يخسر لبنان منذ نهاية الحرب الأولى العالمية نتيجة أداء نظامه في المحاصصة الطائفية، وهو ما يمثل نصف قيمة ناتجه المحلي الإجمالي تراكمياً. حتى عنصري الانفتاح والحرية الاقتصاديين اللذين طالما تميز بهما لبنان في محيطه أصبحا عنصرين شبه حياديين، they were neutralized. لا يعني هذا أنه ليس لدى لبنان إمكانيات وميزات تفاضلية يمكن البناء عليها، بل العكس هو الصحيح، إذ تتسبب هذه الثغرات في الكثير من الفرص الضائعة والإمكانيات المهدورة التي يمتلكها لبنان، تحديدا في مجالات رأس ماله البشري وقطاعه المالي وطاقاته الاغترابية، بالإضافة إلى الموارد النفطية والغازية الكامنة. بناء على ما تقدم يمكن رسم خارطة الطريق للمدى المنظور لإعادة هيكلة السياسات وأصلاحات الاقتصاد الكلي، بحيث تشكل رافعة نهضوية ملحة في مواجهة التحديات والمخاطر المتراكمة في الواقع الاقتصادي اللبناني. من أهم ملامح هذه الخارطة، أولا بما يتعلق بالسياسات النقدية والاستقرار المالي، بالرغم من الظروف الصعبة التي أدت إلى الارتفاع الأخير في الطلب على الأوراق النقدية بالدولار
لا يزال مصرف لبنان يبذل جهوده للحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار النقدي والمالي. بموازات ذلك في غير تنصب الجيش ما بكفي، هذه necessary but not sufficient. شدد مصرف لبنان وما يزال على أهمية تأمين الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي من شأنها كبح مواطن ضعف الكامنة في الاقتصاد اللبناني، وبالتالي تأمين أساس مالي اقتصادي قوي لتحقيق الاستقرار النقدي، وبالتالي استقرار سعر الصرف مربوطة ببعضها. ما في يمتلك لحاله سعر الصرف بدون أي ارتباط بأي شيء تاني، السيتشين كلها مربوطة مع بعضها. إن أهم الجوانب الكفيلة بتكييف توجهات السياسة النقدية والاستقرار المالي وفقا لمقتضيات المرحلة، راح أعطي بعض النماذج سريعا. 1- تعزيز التوازن بين سياسة التحوط الكلي التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي للنظام المالي من جهة والسياسة النقدية. 2- تفعيل الأدوار الوظيفية لسعر الفائدة وسعر الصرف العملة لضمان نمو الاقتصاد والنمو المستدام للاقتصاد. 3- التشدد في تطبيق معايير مستدامة وصارمة للسيولة وكفاية رأس المال من قبل النظام المصرفي اللي عم بتصير. 4- التشدد في تطبيق المعايير التي تضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للمستهلكين الماليين وحماية مصالحهم. 5- مكافحة الممارسات المالية المؤذية التي تنطوي على ميول مضاربة ضد العملة الوطنية. 6- تكثيف الرقابة